تحت رعاية وزير الصحة الأستاذ صادق الشهابي انطلقت فعاليات اللقاء الخليجي الثالث حول التغذية العلاجية في مقر المركز الطبي الجامعي لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية بالمنامة مبنى مركز الأمير الجوهرة بتنظيم من جامعة الخليج العربي بالتعاون مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والمركز العربي للتغذية. تناول اللقاء آخر المستجدات في مجال التغذية العلاجية والأمراض المزمنة عبر نقاش حيوي ضم نخبة من الكوادر الطبية والأكاديمية في الخليج العربي يمثلون جامعة الخليج العربي ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والمركز العربي للتغذية وجامعة الملك سعود ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى الملك فيصل التخصصي ووزارة التربية والتعليم السعودية، بالإضافة إلى مؤسسة حمد الطبية بقطر وجامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية العلوم الصحية الكويتية وجامعة السلطان قابوس والجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة الهاشمية بالأردن. إن جامعة الخليج العربي بالتعاون مع شركائها ينظمون هذا اللقاء بهدف تبادل الخبرات وتطوير العمل المشترك في هذا المجال، لأن الأمراض المزمنة المرتبطة بالتغذية أصبحت من أهم الأسباب المؤدية للوفيات في دول الخليج العربي، وتعتبر التغذية الصحية الدعامة الأولى للوقاية منها. كما يسلط اللقاء الضوء على مدى انتشار الأمراض المزمنة في دول الخليج العربي ووسائل التغذية العلاجية للأمراض السائدة وطرق تغذية الفئات الخاصة، إلى جانب التعريف بالمواضيع المستحدثة والأبحاث المرتبطة بالتغذية العلاجية.